يقول: هل يجوز طلب البركة من غير الله إذا كان قصد المتبرك أن المتبرك به لا يؤتي البركة بل إنما يسأل الله له ذلك؟ هذا التواء، هذا التواء في الكلام. البركة تطلب من الله وحده، تطلب من الله وحده: اللهم بارك لي في كذا، وبارك لي في سمعي وبصري وأولادي. تطلب البركة من الله، ما تطلب من أحد أبدا، ولا يتوسط إلى الله بطلب البركة ولا بغيرها. ادعو الله مباشرة بدون واسطة. نعم.